اختم معاكم النهارده الحلقه بهسيبكم مع اجمل وجه سمي دائما بملاك السينما المصريه، صاحبه احلى عيون في السينما المصريه. اتحدث عن زبيده ثروت، تلك الفنانه التي اثرت قلوب المصريين باعمالها السينمائيه وبجمال طلتها. كانت تمثل دائما في السينما رمزا للجمال. هختم معاكم بهذا الجمال، لكن هختم معاكم كمان حلقاتنا في كلام تاني قبل شهر رمضان المبارك. ده آخر أسبوع لينا، هناخد أجازة أو حضراتكم هتاخدوا أجازة مننا في شهر رمضان الكريم. حاولنا خلال الفترة اللي فاتت أنا وأصدقائي وزملائي الأعزاء إن احنا نجتهد في عملنا عشان نقدم لحضراتكم خدمة إعلامية طليق بحضراتكم وطليق بهذا الوطن في هذه المرحلة الصعبة. هسيبكم يعني هناخد أجازة هتوحشونا فيها جدا جدا، لكن ده شهر كريم لطبيعة خاصة وطبيعة المواد كمان الإعلامية اللي بتقدم فيه. عندكم كم هائل جدا من المسلسلات، ربنا يكون معاكم. عندكم 23 تقريبا بيقولوا مسلسل. أبلة فايتة النهاردة كانت بتقول يعني انت تشوفي كل مسلسل وتنامي ساعة. الحقيقة كم كبير جدا من المسلسلات طبعا استعدادا لهذا الشهر الكريم. لكن أشوفكم على خير، وكل سنة وحضراتكم يا رب طيبين وبألف صحة وسلامة، ويا رب مصرنا وبلدنا الحبيبة بألف خير يا رب. يا رب نستخدم هذا أو نستثمر هذا الشهر الكريم في أن احنا نصفي نفوسنا بجد ونعود إلى الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. هسيبكم مع البروفايل الخاص بالفنانة زبيدة ثروت، ونشوفكم إن شاء الله على خير. هذه تحياتي وتحيات زملائي. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونلقاكم على حلقة أخرى وكلام تاني مع رشا نبيل. هي الملاك البريء وابنة 17 عام والزوجة الغيورة جدا، صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية زبيدة ثروت. وانا عيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة. ولدت الفنانة زبيدة ثروت في 15 من مارس عام 1940 بالإسكندرية. اقتحمت عالم الفن والتمثيل بالصدفة بعد أن نشرت مجلة الجيل لصورها بالصفحة الأولى لفوزها في المسابقة التي نظمتها المجلة لأجمل مراهقة. استطاعت أن تلفت أنظار المخرجين والمنتجين إليها، وظهرت لأول مرة على شاشة السينما عام 1956 في فيلم داليدا. على الرغم من طبيعة والدها العسكرية إلا أنه لم يبدي اعتراضا على عملها بالفن، بل كان يحضر معها التصوير ويشجعها على الاستمرار في مشوارها الفني. ولكنها وجدت معارضة لعملها في مجال الفن من جدها، فعارض دخولها ذلك الوسط بشدة، حتى وصل الأمر إلى حد تهديدها بالحرمان من الميراث. تميزت الفنانة زبيدة ثروت بالأدوار الرومانسية، حيث البنت البريئة والزوجة المتفانية أو الحبيبة المخلصة، حتى أطلق عليها لقب ملكة الرومانسية. وعلى الرغم من رغبتها في تغيير تلك الأدوار وحلمها بأداء شخصية الراقصة، إلا أن العادات والتقاليد وصرامة الأسرة منعتها من ذلك. كان فيلم المذنبون في أواخر السبعينيات هو آخر أعمالها قبل قرارها بالاعتزال، وسافرت بعدها إلى الولايات المتحدة، لكنها عادت مرة أخرى إلى القاهرة. نالت الفنانة زبيدة ثروت العديد من الجوائز المحلية والعالمية خلال مشوارها الفني، حيث حصلت على لقب أجمل فتاة في الشرق عام 1955، كما فازت في مسابقة أجمل مراهقة التي نظمتها مجلة الجيل، وكرمها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن دورها في فيلم في بيتنا رجل. تصوري دي أول مرة بقى فيها ضيف ليك. أنا عمري ما زرت حد من قرايبي. انت مش ضيف يا ابراهيم، انت انسان ام بواجبه، واحنا كمان امنا بواجبنا. صحيح تلاقي بابا شايل الهم، لكن فقررت نفسي سعيد ان الظروف سمحت له انه يقدم لك خدمتي. لتحفر اسمها مع فئة قليلة جمعت بين الموهبة الفنية والجمال. منا محمود، كلام تاني.